أي شيء هذا؟ أنت تتعلم العلم على أيدي مشايخك لتكون عميا مسلما. أقولها لك صراحة، لن تكون طالب علم. طالب العلم متفرغ له، مكب عليه، لا يزاحمه على الطلب للعلم شيء من أمر الدنيا أبدا، لا من زوجة ولا ولد ولا تحصيل مال ولا جاه ولا قصد شيء من الحقيرة هذه. فأين هو؟ وإنما طريق فيه الوجاهة وفيه التقدير على الأيدي بلعقها. اتقوا الله، التموا الحق. فلو أننا عملنا العلم الحق فيكم ما فهم واحد منهم كلمة تقال. أقولها صراحة، وإنما نتبسط تبسطا هو عامي عند العلماء، ومع ذلك يصرخون لا نفهم ما يقول. نعم يقولون ماذا يقول، ولم نقل شيئا وأسفا، وإنما نخاطب بعامية أهل العلم لا بعامية السفلة من الصعاليك. بالعاميات المجردة عند أهل العلم نتكلم ولا نفهم، فكيف لو تكلمنا بلغة العلم التي هي حرية أن يتكلم بها عند طالبيها؟